واليوم رح نجهز سمك بصوص الطحينية بطريقة كتير سهلة، بس الأهم من هيك إنه هو كتير صحي. فإذا جاهزين خلينا نشوف شو هي المكونات وطريقة التحضير. فأول إشي بدنا نجهز لتتبيلة السمك، فرح نضيف ملعقة صغيرة من الملح ونص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو طبعا حسب الرغبة، ومنضيف كمان نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار وملعقة صغيرة من الكركم، ومنخلطهم كتير منيح لتنخلط كل البهارات مع بعضيها، ومنحطهم على جنب. ومنجهز الصينية اللي بدنا نحط عليها السمك، فبحط أول إشي ورق الزبدة، بعدين بدي أحط السمك، وهون أنا مستخدمة سمك الفيلي، بتقدروا السمك اللي أنتوا بتحبوه مش مشكلة. وهلا بدنا نوزع البهارات اللي جهزناها على السمك، وبدنا نفركهم ليتغلفوا كتير منيح. بعد هيك بدنا نقلب السمك على الشقة الثانية، وبنرجع بنوزع كمان مرة البهارات لتتغلف كمان كتير منيح. وهلا بدنا نرش عليهم الزيت النباتي، بعد هيك بدنا ندخلهم على فرن محمى قبل بوقت على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة أو لغاية ما يسوي عنا السمك، طبعا بيعتمد المدة حسب خمر السمك ونوعه. وهلا بنبدأ نجهز بصوص الطحينية قبل ما يخلص عنا السمك، فبدنا نضيف الطحينية مع عصير الليمون، ومنضيف لهم كمان المية وضروري تكون على حرارة الغرفة، ومنضيف كمان الخل الأبيض، ومنوزع كمان الملح والفلفل الأسود، وآخر إشي منضيف كمان شوية من النشا، وبعد هيك بدنا نخلطهم كتير منيح لتتجانس كل المكونات مع بعضيها. وهلا بدنا نحط الطنجرة على حرارة عالية ومتوسطة، ومنضيف زيت الزيتون، وأول ما يحمى الزيت منضيف البصل المفروم الناعم، ومنضيف له كمان الملح والفلفل الأسود، ومنتركه ليتدبل تقريبا بياخد معنا 3 دقايق. بعد هيك بدنا نضيف صوص الطحينية اللي جهزناها، وبدنا نضلنا نحرك فيه لغاية ما يبدأ يغلي، ومنلاحظ إنه الصوص صار عنا ثيك، هيك بكون صار عنا جاهز، فبدنا نرفعه ونحطه على جنب. وهلا بكون عنا السمك صار جاهز، فبدنا نطلعه من الفرن، وهيك صاروا سمكاتنا جاهزين. فهلأ بدنا ننقلهم على صحن التقديم، بس بالأول بدنا نوزع شوية صغيرة من صوص الطحينية على صحن التقديم، وبعدين بنوزع السمك على الصوص، وبعدين بنوزع شوية من صوص الطحينية حوالين السمك، وبفضل إنه نترك السمك شوية مبين وباقي صوص الطحينية بنقدمه على جنب. وآخر إشي بدنا نزينه شوية من الصنوبر واللوز المحمص، وكمان شوية من البقدونس المفروم الناعم، ومنقدمها فورا مع الرز الأبيض أو البطاطا المقلية، وما بدنا ننسى عصرة من الليمون. وهيك وصفتنا صارت جاهزة لليوم، بتلاقوا كل المكونات موجودين بالديسكريبشن تحت الفيديو، فبتمنى إنكم تجربوها وتحبوها لأنها بتشهي.